أنا الآن في بداية الطواف لاستكمال باقي مناسك العمرة. عن المرحوم الشاب عدي عثامنة من الرينة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وذرية خيرا من ذريته وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم انقله من ضيق الوقود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وقلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء لروحه وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في هذه العمرة ثقل فيها الموازين وارفع بها الدرجات وحط فيها الخطايا والسيئات. اللهم يمن كتابه وهون حسابه وثقل في هذه الأمرة موازينه وألهمه حسن الجواب. اللهم كن له بعد الحبيب حبيبا ولدعاء من دعا له من المؤمنين سميعا ومجيبا. اكتب له يا الله من فضلك ورحمتك حظا ونصيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله بسم الله بسم الله أكبر وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.